حقيقة كيف لنا أن فرانكلين نستمر على هذا السياق؟ ولكن وأنا ممتن لذلك بأن دونالد ترامب لم يصب بأذى خلال هذه الحادثة. أيضا أنقل تعازيي إلى العائلات التي فقدت أحبائها خلال هذه الحادثة، وإنني أتمنى لهم الراحة والهدوء. اليوم تحدثت عن أن هناك تحقيقات جارية. حتى الآن لا نعلم دوافع التي أدت إلى إطلاق النار على ترامب، ولكن قوات إنفاذ القانون الآن تعمل على جمع الأدلة والتحقيقات. وإنني أقول أن في هذه الحادثة التي لقي فيها مواطن أمريكي مصرعه وأصيب الرئيس الأمريكي السابق إصابة في أذنه، هذا الموضوع لا يجب أن يمر مرور الكرام. لا مكان للعنف في الولايات المتحدة الأمريكية، لا وجود للعنف السياسي في الولايات المتحدة. هذا الهجوم يعد هجوما على الولايات المتحدة، وهذا تهديد للأمن، ولا يمكن أيضا أن نسمح لتهديد أي من تهديد الحملات الانتخابية، وأيضا تهديد المؤتمرات الحزبية. هذا غير مقبول، هذا ضد المبادئ التي تقوم عليها الدولة. لقد حان الوقت لخفض التوتر. نحن نختلف كثيرا، وهناك أيضا جدال ونقاش حول الانتخابات، ولكن لا يجب أن نجعل العنف يؤثر علينا، ولا يجب أن تؤثر هذه الانتخابات على الشعب الأمريكي. لذلك نحن هنا، يجب دائما ألا نتأثر بالسياسة وبالعالم السياسي، ولا يجب أن تدفعنا السياسة. يجب أن تكون السياسة من أجل السلام ومن أجل العدالة ومن أجل اتخاذ قرارات تفيد المجتمع. نحن هنا من أجل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا نقف من أجل دعم العنف. نحن الآن نقترب من وقت حاسم، ونحن الآن ننتظر الانتخابات، ويجب أن نظهر خلال هذه الانتخابات بأننا شعب متحضر، ولا يجب أبدا أن ننحدر إلى استخدام العنف. لا شك أن هناك الكثير من ينتقدني بسبب رؤيتي لهذه الدولة. أنا لدي رؤيتي الخاصة لهذه الدولة، ولكنني أقول أنني دائما هنا من أجل الديمقراطية ومن أجل سيادة القانون. لا يجب أن نسمح للعنف في شوارعنا. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية. يجب أيضا أن نحترم رؤية المرشحين، وهذا كله من أجل الولايات المتحدة الأمريكية. يجب أن نتغلب على خلافاتنا من أجل مصلحة الولايات المتحدة. الرصاصات لن تحكم سياسة الولايات المتحدة. إن الطريق أمامنا واضح، وهو السلام. السلام من في كل الإجراءات، والسلام من أجل الوصول إلى الانتخابات النزيهة. ولذلك في اليوم فإنني أطلب من كل الأمريكيين أن تجعل أمريكا أكثر سلاما. والولايات المتحدة بالنسبة لنا شيئا خاصا. نحن هنا نعيش بالكرامة، ولا يجب أن نسمح للكراهية أن تغزو حياتنا. نحن سنستمع دائما لهؤلاء الذين يروجون من أجل السلام. لذلك
فإنني أقول نحن هنا في الولايات المتحدة، الاتحاد هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا، لا يوجد شيء أهم من الاتحاد، يجب أن نقف معا ويمكننا أن نفعل ذلك. منذ البداية المؤسسي هذه الدولة فهموا معنى التعاطف، والتعاطف هو أساس الديمقراطية، ولذلك فهم دعموا طريق الديمقراطية للتغلب على العنف. الولايات المتحدة قائمة على حسن النوايا وتحترم سيادة القانون. الديمقراطية الأمريكية تحترم الكرامة الإنسان، وهذه حقيقة في سياسة في حياة الشعب الأمريكي. هؤلاء الذين يضحون بحياتهم من أجل الأجيال المقبلة ومن أجل الأطفال، هم هؤلاء الذين يمثلون الولايات المتحدة. دعنا دائما نتذكر بأننا الولايات المتحدة الأمريكية، يجب أن نقوم بكل شيء بيد واحدة. فليحفظ الله أمريكا وليحفظنا الله جميعا. إذن تابعنا هذا